السلام عليكم، أهلا بكم في قناة المستر. النهاردة هنحل كتاب بيت باي بيت أولى إعدادي الوحدة التانية درس التالت والرابع من صفحة 84 ل 91. انتظرونا. صفحة 84. واحد A بيسأل B فبيقول How much do these trousers cost؟ يعني كم ثمن إيه البنطلون ده؟ فهنا قال له نقط كوست يكلفني، كوست مي قول له 300 جنيه. تراوزرز دي بتبقى جمع فبتاخد ذي. اتنين we arrived، نحن وصلنا. نقط at 6 o'clock، الساعة 6 وصلنا المنزل. arrived تبقى هوم على طول بدون حرف جر قبلها. تلاتة the king arrived، يعني الملك وصل. نقط وصل فين؟ فرنسا، يعني last week الأسبوع الماضي. طبعا فرنسا دي دولة، يبقى ايه arrived in، يصل إلى مكان كبير. أربعة he arrived هو وصل، وبعدين نقط الإكسندرية إيربورت مطار اسكندرية. مطار اسكندرية يبقى مكان صغير، يبقى arrived at عشان يقابل ايه ابن عمه. صفحة 86 رقم واحد the كنو اللي هو ايه قارب صغير خفيف. نقط the students الطلاب to school، يبقى يأخذ الطلاب للمدرسة، هتبقى الإجابة takes. ودوهم المدرسة ورجعهم المنزل تاني every day كل يوم. اتنين the trains are slow، القطارات بتكون بطيئة. but the buses، ولكن الباصات بتكون ايه الباصات بتكون ايه quick سريعة. تلاتة he goes to school، يذهب للمدرسة. by bike بالدراجة. he likes، فهو بيحب ايه cycling ركوب الدراجة. اربعة نقط takes people اللي ياخذ الناس from one side من جانب of a lake من البحيرة to another لجانب الآخر، طبعا اللي هي ايه كنو قارب صغير خفيف. خمسة when the ground is covered with ice، عندما تكون الأرض مغطاة بالتلج. we can go around on a، ممكن احنا ايه نذهب باستخدام ايه بقى snowmobile بمعنى زحافة جليد، نتجول يعني باستخدامها. رقم ستة بلينز الطائرات، ترينز والقطارات والسيارات، دول ايه ار مينز اوف، من وسائل الايه ترانسبورت النقل والمواصلات. سبعة some children بعض الاطفال in Egypt في مصر نقط to school، يركبوا الدراجة للمدرسة سايكل. تمانية students always الطلاب دائما wear their school، بيلبسوا ايه الخاص بالمدرسة uniforms أزياء مدرسية. تسعة we never احنا أبدا نقط unkind things الأشياء الغير ايه الغير مهذبة ديت to other students للطلاب الآخرين، عمرنا ما بنقولها، يبقى الإجابة هتبقى say. عشرة students should follow the school، الطلاب يجب أن هم يتبعوا ايه الخاص بالمدرسة school rules قواعد المدرسة قوانين المدرسة. 11 the children got on their نقط and rode away، يعني ايه الاطفال ركبوا الايه ومشوا بعيد، يبقى الاجابه ايه bikes، ركبوا الدراجات وذهبوا بعيدا بها. رقم 12 when حازم arrived in، عندما حازم وصل ايه اوروبا. نقط was falling from the sky، من ايه اللي كان بيتساقط يعني من السماء snow جليد. 13 I always put my pencils، أنا دايما أضع الأقلام الرصاص بتاعتي in my pencil pencil case المقلمة. صفحة 88 وديت قواعد جرامر لازم نذاكرها الأول قبل ما نحل الإيه الأسئلة دي. 88 رقم واحد the نقط names are منا and سهى، أنا أسماء البنات منا وإيه وسهى، عشان كده ديت تبقى ملكية للجمع girls الأبوستروف بعد الإس أسماء البنات. اتنين that is not the children's notebook، دي مش كراسة الأطفال، it's that دي كراسة الإيه المدرس، هتبقى teachers teachers، دي بقى صيغة خطأ المفروض تبقى apostrophe بس. تلاتة this is the not room، دي حجرة إيه، they always have rest there، هما دايما بياخدوا راحة هناك، فقال لي هنا إيه they، يبقى هما جامع صح، يبقى عيد على المدرسين، هتبقى الإجابة teachers اللي هي بي apostrophe بعد الإس حجرة المدرسين. رقم أربعة these are the not football shirts،
يعني دي الايه الشرتات بتاعت الايه الكوره بتاعت الاولاد. they will wear them، هم هيلبسوهم. فقال لي they، يبقى ديت ايه اولاد جامع، صح، هتبقى ايه boys. الابوستروف هنا بعد الاس. خمسة، that is not مستر عبد العزيز بول، يعني دي مش الكرة بتاعت الايه الاستاذ عبد العزيز. it's the not بول، ده دي الكرة بتاعت الايه الاطفال. فالاطفال هنا بتبقى children، ونحط لها ابوستروف اس بقى عشان تبقى ملكية، كرة الاطفال. رقم ستة، where are the not books، اين كتب ايه. they took them outside، هم خدوهم ايه بالخارج، خارج المكان، خارج المبنى. تبقى اين كتب الايه التلاميذ، هتبقى الأولانية الأبوسترف هنا بعد الإس عشان ديت جمع. رقم سبعة، that car is mine، السيارة دي بتاعتي. and that one over there is، والعربية اللي هناك ديت بقى بتاعت مين، بتاعت حسام. هتبقى الإجابة دي حسامز، أبوسترف إس الإيه الملكية. تمانية، نقط car is this، قال له it's my father's، بتاعت بابايا. بيقول ملك من السيارة دي، ملك من، تبقى هوز. تسعة، تامر finished his homework، يعني تامر خلص ايه الواجب بتاعه. in an not time، يعني في ايه وقت ايه ساعة كده، هتبقى الإجابة الأولانية دي hours. عشرة، دي لسه متكررة، يبقى هوز ملك من، ملك مين الكتب ديت. 11، my not favorite food is pizza، يعني طعام المفضل لاخواتي الايه البيتزا. فقال هنا ذي بقى جامع، صح، اخوه، هتبقى براذرز وملكيه طبعا الابوستروف بعد الاس. ذي جيت 3 افري ويك، يتناولوا ايه ويحصلوا على 3 ايه 3 بيتزا في الاسبوع، كل اسبوع. 89، 12 ذا نوت تيل از فيري لونج، بيقول يعني ايه ديل القطه طويل، فهي قطه واحده صح، تبقى كاتس، ومعاها طبعا الابوستروف اس الملكية دي للقطة. 13، نقط mother is a nurse، يعني علا وليلى ايه مامتهم ايه ممرضة، هتبقى الاجابة بي. نقول الاسم الاولاني وبعد الاسم التاني، ونجيب الابوستروف اس بعد الاسم التاني. رقم 14، نقط wc is next to، بجوار الايه المكتبة، يعني ايه حمامات الرجال، هتبقى الاجابة men's. طبعا من دي ايه جامعة بتاعت مان، حط لها ابوستروف اس الايه الملكية. 15، ذا نوت از اشوب، هو محل وير يو كان باي مي، تقدر تشتري اللحمة منه، محل الجزارة بوتشرز. السؤال اللي بعده ريد اند كوريكت، اقرا ايه وصحح الكلمة تحتها خط. اجابات جاهزة بس هنفهم السبب. واحد، هنا هنحط ابوستروف قبل الاس، تبقى عاليس فون، تليفون عالي. اتنين، بيقول اسمها هدى، يبقى هي اخت واحدة، تبقى سيسترز ابوستروف اس. تلاتة، جراند بيرنس، طبعا فيها ايه اس في الاخر، فنحط ابوستروف بس. اربعة، هو دي معروفة، هتبقى هوز ملك مان، عشان بيقول اتس ماين، انها ملكي. خمسة، البنت اسمها ايه نهى، بنت واحدة، يبقى جيرلز ابوستروف اس. ستة، هوز ملك من. سبعة، بيقول هنا I can't find my book، مش لاقي كتابي، فأنا هاخد كتاب مين، كتاب صديقي، يبقى فريندس، عشان هو كتاب واحد، يبقى صديق واحد أبوستروف إس الملكية. تمانية، you mustn't take people، هتبقى بيبولز، ما تاخدش أشياء إيه حاجات بتاعت الناس بدون ما إيه تطلب منهم، بدون ما تستأذنهم يعني. تسعة، I couldn't find the، فبقول هم ايه هم حزنانين، يبقى ايه مش قادر الاقي اللعبة بتاعت الاولاد، يبقى لازم تكون جامع اس وبعدين ابوستروف بعدها. طيب البوت بقى بتاع تامر، تامر ده طبعا بياخد ايه ابوستروف اس. صفحة 90، اول سؤال هنا، محادثة هشام اند شريف ار توكينج، بيتكلموا عن about their journeys to school، يعني ايه ذهبوا للمدرسة يعني. هشام بيقول هلو شريف، هاو ار يو، كيف حالك؟ قال له هاي هشام، هيقول له ايه اي ام فاين، اي ام فاين ثانك يو، اي اجابه مناسبه. اتنين، سال سؤال، قال له اي ترافل تو سكول، يعني انا اسافر للمدرسه باي باص، بالباص، يبقى هيقول له ايه كيف تسافر للمدرسه، كيف، يبقى هاو.
ترافل دي مضارع بسيط نجيب فعل مساعد دو نحول اي الى يو. How do you travel to school؟ تلاتة سأله السؤال، قال له it takes about half an hour، تستغرق حوالي ايه نص ساعة عشان اوصل للمدرسة يعني، يبقى ما طول المدة اللي بتستغرق how long، و takes اخرها اس نجيب فعل مساعد does. How long does it take؟ ونحذف الاس من الفعل في السؤال. بعد كده بقول له how about you، طب انت بقى بتروح ازاي يعني ماذا عنك؟ اي اجابة مناسبة. I go to school on foot، اذهب المدرسة سيارة على الاقدام. رقم اتنين شريف سأل سؤال، رد هشام وقال له yes it is important to go to school، من المهم الذهاب للمدرسة. يبقى هنا ايه في yes بنعمل استفهام بهل بنقدم is. Is it important to go to school؟ هل من المهم الذهاب للمدرسة؟ السؤال اللي بعده اختياري رقم واحد، did you travel on your، هل انت تسافر بالايه؟ قال له no there wasn't any snow outside، مفيش بالايه مفيش جليد في الخارج في خارج المنزل، يبقى يستخدم ايه سنو موبيل. هل بتستخدم سنو موبيل؟ زحفت الجليد. اتنين، some children، بعض الاطفال في اوغندا يجوالي عادة cross the river in a، عادة يعبروا النهر باستخدام كينو اللي هو ايه قارب خفيف صغير. تلاتة، I have bought a new bike، انا اشتريت ايه دراجة جديدة. I like to، يبقى cycle اركب الدراجة للمدرسة. اربعة، my father doesn't have a car، بابايا ما عندوش سيارة. he uses، هو بيستخدم transport، وسائل النقل والمواصلات يعني. خمسة، we must follow the not in the museum، يجب ان احنا نتبع الايه اللي في المتحف، القواعد rules. ستة، our train، قطارنا arrived at Cairo station، وصل محطة القاهرة نقط تايم، يبقى في الميعاد on time، في ميعاده. رقم سبعة، نقط your glasses، glasses ديت ايه جامع، يبقى تاخد are your glasses made of plastic، هل النظارة بتاعتك مصنوعة من بلاستيك. صفحة 91 8، don't eat that، لا تأكل هذا. is the نقط food، انها ده طعام الايه طعام الكلب، كلب واحد يبقى دوجز، ابصرف اس الملكيه دي بتاعت الايه الطعام ده للكلب. تسعة، my sister goes to a not school، اختي بتذهب لمدرسه ايه مدرسه بنات، يبقى جيرلز، الابصرف هنا بعد الاس جامع. عشرة، I can use all my not clothes، انا ممكن البس ملابس مين، theirs fit me، بايه مناسبوني، بقى ملابس ايه اخوات الصبيان brothers، هما جامع، فقال لي كمان هنا ايه theirs، خلاص يبقى دي ما تنفعش، ودي ما فيهاش ايه الابوستروف بتاعت الملكيه، دي ابوستروف اس، ده اخ واحد ما تنفعش، لان هنا قال لي ايه ده هما جامع هما. السؤال اللي بعده نفهم سبب الاجابات، واحد هنا friend هتبقى friends ابوستروف اس، انا اخذت ايه كتاب صديقي، وقال لي هنا هي يبقى صديق واحد. اتنين، هودي هتبقى هوز ملك من. تلاتة، لعب الاطفال هتبقى ايه ابوستروف اس، الابوستروف دي هتيجي قبل الاس. اربعة، في هنا اسمين اهو، الاسم الاولاني مجيش بعديه ابوستروف اس، هتبقى منى اند هوداز، الابوستروف اس بتبقى بعد الاسم التاني. وصلنا لنهاية الفيديو، والسلام عليكم ورحمة الله.